4/11/2012 اشتباك بين عصابات الأسد وكتائب الجيش الحر المؤازرة من كتيبتي الظاهر بيباس بقيادة أبو عمر وكتيبة سلطان الحفي التابعة للواء الفاتح. الله أكبر. يلا دقيقتين بس. دقيقتين يا شباب ها. خذوا المواقع تبعتكم يوم الخير. من شاف ما حد يقول بالشاشة. نحن ما نقول. ومن شاف اللي معنا بس اللي معي بالرجعة. صار علينا ضرب كثير من جرايين نحن بنرجع وتخطونا نحن ومسحوبين كذا. ما من هون من حرف بالضبط ها يعني ما بتقرب بالمرة انت لكي وين بخبط هل من جهة بدك تخبط كمان من هون بدك تخبطها بتتبرع هيك من هون بدك تخبطها او انت لكي بس عطيني لحلق حلق بدك تشوف كمان البيت بدي ضربه الضرب بده يصير عندك من هون بهالمنطقة هاي اللي شايف فيها شيء بتركز هيك وبتضرب هيك عشوائي من شبابنا ما في حدا ما في حدا ايوه ما في حدا بس هون ها على هالجهة شايف كيف على الجهة هيك بين العميد شفتوا من هون وهيك 100 متر هيك في جيش هذا ها عيني عليك من بيت العميد وهيك 200 متر في جيش ما غير حكي اني بدهم شو يستهدفونا هون بقى بالهاون سندركي نحن شو بدنا نسوي؟ رش على شتين زجاج الضرب ما تضرب الا مدام الضرب وانا حطيتها كمان بتضرب بس لا للامام بس في حدا في وشي بضرب بدي شفت حدا حركة ما تضرب ما تضرب احنا لمسنا قانون تمام فهمت علي كيف؟ نحكي مهمتك تغطي علينا بالاخير غطي علينا بدنا نحط حاصة فهمت علي كيف؟ تضرب من هون شايف حرف الوادي شايف الطريق هذا من هيك وهيك تضرب تمام تركيز نحن عمل ما نسيك تتراجع ولا مننا فورا تمام بدك تشوف قول الله الخمس يا شباب خمس على الصايد ها شو خمس على الصايد يلا صالح ما صار صعب كثير اطلع مؤازرة كتيبتي الظاهر بيبرس بقيادة أبو عمر الكتيبة الصفحة حتى تابع للإيواء الفاتح إذا فينك من تحتين المشروع جهة الكتيبة إذا نخلي واحد تحت معه وصلاح إذا تنزل مع الرشاش مع مين؟ الرشاش من إيه؟ كمان من هيك أفتح من الإنجام من الرشاش إلى الاتحاد أهلا ما من هون ليكو مبين عندي نظامي العسكري في البناء الصغير ليكو هون فرجينيا
ايه ده بدأت رجلك وفي بناء الأبيض شفتوا؟ شفتوا؟ هل تفتحها؟